أنام يا حبيبي، تنام، اوعى تصحى دلوقتي، اتفقنا؟ كلام رجالة، ها؟ اوكي؟ خليك راجل كده. هو ايه ده بقى اللي كلام رجالة؟ لا ده موضوع كده بيني وبين ابني. يا سلام. ما تدخليش بيني وبين ابني عشان في بينا كلام كبير قوي. يا سلام. مبسوطة يا حبيبتي؟ ما تتصورش يا شريف انا كنت قلقانة على بابا وماما قد ايه؟ اصلهم طيبين قوي. هما ساعات ليهم حاجات بس تقريبا برضو بيحبوا بعض مش كده؟ اه طبعا وبيحبوا بعض طبعا. بقول لك ايه؟ انا قلت لهم يطلعوا لنا العشاء كده انا وانتي عشان الاوضه كده نقعد ننقنق كده ونعيش بقى. شريف ايه؟ انت موطي صوتك كده ليه؟ عشان ادهم ما يصحاش. اه لا شريف انا تعبانه وعايزه انام دلوقتي حالا وانت عارف ان انا صاحيه من بدري ومن امبارح قلقانه وما نمتش طول الليل. شفت بقى انا ما ازاي واصحى ازاي دلوقتي؟ اوف الله مفيش نصيب بقى. يا واد والله حاجه زي ما بقول لك كده يعني اضحك عليك. شوف يا ابو علاء خليك معايا انا بس وانت هتكسب خليك معايا. ايه يا ابو علاء دي؟ اسمه ابو حامد. يا ابو لا تزعل يا ابو نوح. وسع لي بقى انت كده شويه وعلي بقى كده وعلي. طب بس حاسب هدي الشاي للراجل. يا عم هدي الشاي انا دول اهو وعلي بقى كده. شوف يا ابو علاء امسك كده الشاي كده. اي خدمه يا عم. تشكر يا سيدي. تطمر بس يا باشا. باشا طلعت صاحبني. هو الواد ده بيجيب الكلام ده منين؟ ما تقلقش يا حاج ده جيل الكوره لحست مخه خلاص. شوف يا ابويا دلوقتي حضرتك يوميها كنت زعلان كده وقعدت تزعق ونزلت خلاص؟ لقيت ماما جايه في وشي وشكلها كده عايزه تقول لي حاجه، عايزه تقول لي قول رايك. بس للامانه هي ما طلعتش منها. مش هقول لها انا بقى كلام، اكون انا فاهمه عشان اقدر احاول ابسطه لها كده عشان هي تقتنع بيه. راح الباشا عامل ايه بقى؟ جالها في الصاله نوات. الله شوف يا حاجه انا عايزك تركزي معايا قوي. احنا لازم نهدي اللعب ها ونرجع لورا. ليه؟ لانه لما فرقتين كبار يقابلوا بعض هيزنقوا بعض في نص الملعب تكتر الفاولات وممكن حد من الفرقتين يطرد ولا مؤاخذه. ساعتها نعمل ايه؟ نرجع الونجين ونهاجم ساعتها نقدر نجيب جول وجول. طب مش بالذمة يا حاج خطه واضحه ومفهومه الواحد يقدر ياخد ودي فيها براحته صح ولا لا؟ لكن عندك حامد بقى دخل على ماما شوف قفل الزرار كده قول لها ايه؟ شوفي يا حاجه سعاد حاولي ان تستجمعي هدوئك.
علشان تقدري ان تنظري الى الموقف بحجمه الحقيقي. شوف الحاجة هتفهم كده ها، وما تخليش ظنونك تاخدك لاتجاهات غير صحيحة. في حد يقول الكلام ده للحاجة برضو؟ يا عم حرام عليك، حرام ظنونك. دي قصة قصيرة دي اخرى ولا ايه؟ انا رحت اجيب لك ورقه قلت ايدك وجعتك هتمليني ولا حاجه، والنبي انت ما بتفهم اي حاجه. انا برضه ما بفهمش ولا منك له. بس يلا 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 منك له، كل واحد على قطر. يلا انا ملكه ساعتين، الفجر قرب جدا. والله فكره يا بابا، الواحد ينام له احسن. يلا تصبح على خير يا بابا. وانت من اهله يا كابتن. الله، طول امه الواد ده بيطول وهو نايم يا حاج. والله الواد دخل اوضه نهى لقاها واسعه وبرحه ألم مطول عشان أملاها. ليلتك فل يا حاج. تصبح على خير يا فلتة. هدي اللعبة. جيل الكورة فعلا لحست مخه. Thank you.
اخوك عنده حق بقى. انت بقالك بتطول وانت نايم بصحيح. الواد ده ما كانش بطول ده قبل كده. ايه ده؟ يا سعاد عاد انت ظلمتي تلاقي دلوقتي نايم في اوضه حد من العيال. يغضب عليكي ربك بقى ولا ما يغضبش؟ استغفر الله العظيم. علاء علاء وادي علاء. الو. ايوه يا حاج. لا ابدا. والمحاضره دي معانا امتى؟ تاني مصحيك الوش الفجر.
طيب ربنا يعرف فايدة. موضوع الصحيان ده انا هشوف لك فيه سر. اوعى الولعه، احلى شيشه لسيد المعلمين. دي شيشه كده يا معلمي. طيب طيب خلاص خلاص، مش عايز اي حاجه تانية يا معلمي. خلاص. لا انت بطلي يا ابني ده والحقي وقتي. الحق الترماي طالع يجيب المفاتيح من فوق. اجري. انا يا معلمي ولا حمتيبه، انت انا مسنجه يا ست مش انت. طيب طيب انت غير ريقك باي حاجه كده، وان شاء الله الولع الدوريه سوبر ماركت فتح فين ده؟ صباح القشطه يا سيدي معلمين. مبدر انت النهارده؟ اولا معلمي انا من صباحيه ربنا وانا في الشارع، لولا بس ان انا اتكعبلت يعني في الواد عنتر ابن خالتي سواق الميكروباص، صمم ينزل كل الناس، حلف ايمانات ثلاثه انه لازم يوصلني لحد هنا بذات نفسه، وفر عليا مواصلتين. اه والله ولسه ماشي اهو. او رب الكعبه، مشوار سقع سقع يا معلمي سقع. هنعمل ايه بقى؟ انت بس يا معلمي لو تزود الحنيه علينا كده وتخلي البضاعه ترجع المخازن تاخد راحتها، وتكلمني الست نواره بعد يعني ما ربنا كده كرمها بالعتبه الجديده انها تسيب لي الشقه بتاعت الحاجه حسنى الله يرحمها بقى اقعد فيها، وابقى تحت امرك وطلبك. ده حتى اخواتي البنات، اخواتي البنات نفسهم يخدموا الست ام حامد بعينيهم والله. وانا بقى يعني ليك عليا يا معلمي من طلعه الشمس افتح الدكان. قلت ايه يا معلمي؟ روح قضي طلبات الست ام حامد وما تعوقش. فهمني انا؟ سكر وزي العسل كمان. امال انت بتموتي فيها ليه؟ نعم. ايه بقى اللي كتبته لي ده؟ عرفتيها؟ شفتي عامله ازاي؟ اصغر قصه في العالم. كان بتستر انما ايه؟ فيهم شفا. ايه؟ بصراحه يعني ما فهمتش منها اي حاجه. يا ساتر. ايه اللي ايه؟ حاول ياكل ازاز. ايوه. وناس بتاكل مع الازاز باين. وقاموا شربوا. قاموا شربوا ايه؟ قاموا شربوا جاز. لا والله. واضحه اهي زي الشمس. انت بس شغالي مخك شويه تفهمي كل حاجه. يا سلام، هبل فهبل، تخريف والله. انت عارفه انا ورا العيب مش في القصه، العيب فيا انا اللي ادالك تقريها يا جهله يا تافهه يا اللي عمرك ما تفهمي اي حاجه في حياتك. ايه ده؟ خد انت زعلت ولا لا؟ لا ايدك من على ايدك من على لمس. تعالى يا حمد والنبي. يلا بكده انت عند حضرتنا درن الثوابة. في حد عنده أي سؤال؟ حد عنده أي سؤال يا جماعة؟ اتفضل. محمد زين العابدين عبد الحميد. سؤالك يا جماعة. معلش بعد إذن سعادتك، أنا كنت طالب من سعادتك أدت النقطة الثوابة لأني ما فهمتهاش. النقطة دي بالذات الدكتور شرحها شرح وافي، وأكيد أنتوا ما كنتوش قاعدين مركزين. حضرتك خلاص يا اساتذه المحاضره خلصت.
انت مش هتهدى لما تضيع. انا سنوار. انا نوار. انا هو حضرتك عارف اسم انا؟ لو النبي بتكلم جد، هو حضرتك عارف اسم انا؟ متهيألي ان الدكتور رمضان نبه قبل كده كتير لرفضه التام لفكرة ان حد يخش المحاضرة بعده. انا النهاردة ما حبيتش احرجك قدام الزملاء وخرجك من المحاضرة. مفهوم؟ مفهوم؟ اتفضلي. ما هو ده؟ مفهوم؟ هو ايه اصله ده؟ جاي هو على الصبح سايب الراجل عمال ينبح في حسه جنبه ده وسايب شغله وفاضي، مين اللي جه بدري وجاي مين اللي جه متاخر؟ ده ايه الوقت ده؟ سوري ما كانش قصدي اخدك، معلش غلس عليكي جامد. معلش هو طول عمره كده. انا عارفه ماله ده، صاحي عريق يهب في مخاليق ربنا يا اختي، بيفطروا ميه على الصبح دول شاي بلبن. اه والله مش مصدقاني، ده ابن خالتي وانا عارفاه. أقصد والنبي ما كنت أقصد، أنا بس ما تأخذنيش على كلامي، أنا عصبية كده ودبشة في الكلام حبت أقول. خلاص والنبي ما تزعلي مني الله يخش. خلاص بقى خلاص والنبي. أنت فاكراني يعني هروح أقوله دلوقتي هجيبه وأقوله اللي حصل؟ لا طبعا. تسلميلي متشكرة قوي بجد. أنا برضو من ساعة ما شفتك قلت عليكي طيبة كده ويعني وراسية كده وعقلة ومش بتاعة أزياء. والله العظيم وشك سمح. الله يخليك الله يخليك. هقوله لما أروح البيت. هو إيه أصله ده؟ وانا اصطبحت بوش مني النهاردة يا رب. سارة محمد احمد عبدالله الرويني. نوار. ايه؟ نوار. الله نوارة؟ ايه الاخبار يا اكسلانس؟ اخلص. ايه؟ طب الحمد لله الحمد لله. اختار دي يا معلمي. على البركة يا سيدي، طواها وخلص. حاضر. ألف مبروك يا اكسلانس، ألف ألف مبروك. يعني حاجة ما حصلتش، يعني أنت اخترت حاجة كده يعني. ها بس خدت وقتك برضه يعني، بس المعلم بتاعنا بيحب الزبون ياخد وقته، يختار كده وينقي، بس ينقي صح. ها كيف عنده مزاج بقى. شرفت يا باشا. مع السلامة. مش عارف ولا حاجة. مساء النور يا ابني. يا دوب عنويت خلاص؟ إن شاء الله. مع السلامة. تباعد ولا متأخر؟ يعني عندي مشوار صغير كده خلاص. هي الساعة يجي لها كام دلوقتي؟ خد بلاش غلبة، حط النور في جيبك. يلا. متشكرين يا حبيبي. يا حبيبي. أنت هو الصباح. هاي يا حبيبي. مساء الخير يا حاج. يسعد مساك يا بنتي. اهدي بس يا ماما، اهدي والنبي مش عايزين ضغطك يعلى تاني. حاضر
فاهمة طبعا يا ماما، عندك حق يا ماما. يعني انا لو اعرف اخبي ليه بس؟ كل اللي انت عايزاه هيحصل، هيحصل بس واحدة واحدة. نجيبة معاك يا ماما، معاك يا حبيبتي. اه ثانية واحدة يا ماما، طنط لو سمحتي ما تديلوش رضع، انا بعد شوية هصحيه واكله. ايوه ماما معاكي. حاضر. بس انت يا ماما ما تسألوش عن اي حاجة خالص وانا هتصرف. ماشي يا ماما، ماشي يا حبيبتي، خلي بالك بقى من نفسك. حاضر يا نوح، حاضر. ههدى ههدى عشان خاطركم انتوا بس. لكن وحياة ابنك عندك، اديني بحلفك اهو، حامد ما قالكيش حاجة عن الست اللي ابوكي كان بايت عندها؟ ما توحينيش امال يا نوها. ايوه يا بنتي انا قلبي حاسس من مده. يا حبيب ستك شوفي الواد بيعيط كده ليه؟ معلش يا دنا، مش هيلكي همي، وانا اللي المفروض كنت اشيل عنك كل الهموم. انا يبعد عنك الهم والغم يا رب. طب اقول لك وبعدين بقى معاكي انت وبنتك بقى، ولا كان في واحد في البيت ده عايز يتغدى قبل ما يروح التمرين. اوف شفتي الواد الصغير؟ مش عارفه انا هعمل معاهم ايه. معلش يا دنايا، ربنا معاكي احسن من الكل. محمد رسول الله. ايه علاء، مش هتتغدى قبل ما تنزل؟ هنزل نادي بابا عشان نطلع نتغدى. ما التليفون عندك اهو، اطلبه بدل ما تنزل. باي. طب ما اكمل اول يعني، لسه فاكره. ماما ماما اجري كلمي نهى، الزهر نسيت تقول لك حاجه. يبقى الواد تعبان. ايوه يا حنطيره. اه مع زباين. طب انا هستنى. ايه يا دفعه، اجيب لك اتنين ليمون؟ معلش بعد اذن حضرتك دقيقه واحده بس. براحتك يا ابله، ده انت حتى منورانا. ربنا يخليك. خليك قاعد شويه، انا استاذنت وخلاص. حسبي الله ونعم الوكيل، يمهل ولا يهمل. برافو، ده اسم قصه جديده صح؟ بص يا حامد، بحبك. ده مبدئيا يعني، ممكن بقى بعدين نبقى نتكلم في بحبك والحاجات دي يعني. يلا خد بالك من نفسك. لا اله الا الله، محمد رسول الله. ماشي ماشي ماشي. خايفه تطلع على العياده من بره بره. يلا بقى عشان ننزل نروح لماما. اكيد طبعا لازم كلنا نروح لماما. طبعا لازم. شريف 100 مره قلت لك ما تطلعش بالجزمه على السرير. ماشي يا حبيبتي، ما خدش بالي، اصل الواحد بقاله كتير ما تعبان والوسائل دخلت في بعضها. شريف
شريف هو انت هتنام؟ يا نوها حبيبتي انا فعلا مش قادر انزل، تعبان جدا، وبعدين العياده لسه شويه عليها، مش قادر يعني تعبان. اوكي حبيبي خلاص بلاش، انزل انا وادهم لوحدينا، بس يا رب بقى الاقي عم عبده لحسن اضطر اسوق معايا ادهم. باي باي شريف، هبقى اكلمك اطمنك علينا، ولا اقولك بلاش عشان ما ازعجكش، لما تصحى انت بقى كلمني عشان تطمن علينا. سلام. هغير هدومي واجي معاكم. اوكي يا حبيبي هنستناك. اهلا يا عمي، منور والله. اهلا بيك يا ابني، ده انت اللي منور. والله بابا بيسلم على حضرتك كتير قوي يعني، وكان نفسه يشوفك بس للاسف راح لجماعه اصحابه، قصدي جماعه اصحابه بيقولوا في البتاع في البيت في الفيلا كده. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. نسوان وولد، ما علينا ما علينا. خد راحتك يا ابني، البيت بيتك، أنا هقوم أفرد ظهري شوية، ما أنتش غريب. لا غريب إزاي يا عم؟ خليك زي ما أنت، خليك زي ما أنت. لا يا عم صح خلاص حضرتك. معلش عشان خاطري اقعد. اقعد اقعد يا حبيبي اقعد. أخيراً جيت في بالك يا ست البنات؟ جيت في بالي ده إيه؟ ليه؟ شايفني كنت مكبسة؟ ده الحاج طبعاً. الحاجات دي بعتهم الحاج أصلاً. أحطهم فين؟ دخلهم المطبخ. حطهم يعني في أي حتة. أنا مش عارفة يعني كان بناقصها مشوارتك دي. ما انا قلت للحاج السوبر ماركت فتح هنا جديد. الحاج بعت معايا حاجات تاني برضو، احطها في المطبخ ولا ايه يا ابله؟ حاجة ايه دي؟ ها؟ ايه؟ منبه. مش بيرن يا ابله؟ اه والله بيدل. بيقول الله اكبر بقى وحاجات مني. حاجة لي عليه حاجات.
الله اكبر الله. وبعدين ايه بص ابله بعدين بقى حاجات غريبه قوي ابله يعني تضرب عليه وتغمطيه يرن تاني. جوزك نام هوا وابنك خدت لي رجلي على بال ما نام. بابا كمان شكله نام هوا. انا مش هروح الكليه وهاجي من النجم اطمن عليه. وبالمره يا نهى ابوك كويس يا دنايا. خلي بالك انت من بيتك ومن جوزك ومن ابنك. ربنا يقويك يا بنتي على شيلتك. لو ما قدرتش اجي لا لا هحاول ان شاء الله. بس يا ماما والنبي كلميني قبل ما ينزل. حاضر سامي يا دنايا. شريف شريف ليه؟ ايه نو ايه يا حبيبتي جاهزه؟ صباحا على خير يا طنط. وانت من اهله يا حبيبي. معلش سهرناك يا شريف. لا لا ما فيش حاجه تمام كله تمام مفيش مشكله خالص. صباح على خير. وانت من اهله يا دناي. خايفه ماما يكون لسه زعلان مني. ابوك يزعل منك ده روحه فيك يا نو. وبعدين هيزعل منك ليه؟ خلي بالك انت بس من نفسك وبيتك وابنك وجوزك والكعب العالي اللي انت لابساه ده لا يشنكلك على السلم وانت نازله. ماشي يا ماما. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله يا دنايا. على مهلك يا نهى. حاضر. وفوقي الشريف كده قبل ما يسوق. ما تخافيش يا ماما. قلت له كان شرب شويه ميه. ما تقلقيش يا حبيبتي. مع السلامه. باي باي يا ماما. مع السلامه يا حبيبتي. صدقيني يا بنت الناس اللي بعرضه عليك ده لمصلحتك وصول لسمعتك. ماليش فيه اي غرض وربنا شاهد. فكري فيه كويس وشوري اللي تشوري وساعة ما ترسى على بر قوليلي ومن تاني بكررها لك عشان تحطي حلقة في ودنك. ما ورا بيني وبينك حد الله. فاهمة ما ورا حد الله. مالناش طمعان في أكتر من كده خالص. Yeah.
استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم يا